مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى محطتنا الحواريه الاولى، ومعانا الشيخ عبد الله الشريكه مدير مركز تعزيز الوسطيه في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، واللي راح نتكلم عن مؤتمر مواجهه التطرف الفكري والواقع والمأمول. مساك الله بالخير شيخ، وحياك الله في مساء الخير الكويت. عسى ربي يمسيك بالنور انت ومشاهدينك الكرام، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافه. حياك الله. بالبدايه ودنا نتكلم عن فكره مركز تعزيز الوسطيه والمهام اللي تقومون فيها حضرتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المركز تم انشاؤه حديثا واعطي كيانا قانونيا، وهو من الادارات التابعه لمكتب وزير الاوقاف تنظيميا، وتتبع اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في مجلس الوزراء إشرافيا، اللجنة العليا تشرف عليه. ومن مهام المركز الأساسية التنسيق بين الوزارات الأعضاء في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وهي الداخلية والتربية والأوقاف والشؤون، وزارة الشباب ووزارة الإعلام، وزارتكم الكريمة. وكذلك من مهامه التصدي لكل أفكار منحرفة ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع، وكذلك تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. الله يجزاكم خير شيخ. الوسطية دائما هي الأفضل في بلا كل شيء، بلا شك في كل شيء، وهي سفينة النجاة. صحيح صحيح. طيب، ممكن نتكلم فكرة عن المؤتمر ومستجدات الفكر الإسلامي 13؟ نعم. ندوة مستجدات الفكر الإسلامي 13، هذه الندوة تعقد من المفترض في كل عام أو في كل عامين مرة، وفي كل مرة لهم يكون هناك إما مؤتمر أو معرض أو شيء يشبه هذا. فالسنة هذه راح يكون عندنا مؤتمر في غاية الأهمية تحت عنوان مواجهة التطرف الفكري الواقع والمأمول. متى هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر يوم الأحد إن شاء الله سيبدأ، سيكون الافتتاح الساعة 9:30 صباحا في فندق ريجنسي، وسيفتتح بكلمة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون ممثلا لسمو الأمير حفظه الله تعالى الذي يرعى إقامة هذا المؤتمر. طيب، هو كم يوم شيخنا؟ المؤتمر مدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء بإذن الله. فترة صباحية فقط. فترة صباحية ومسائية، ما عدا يوم الثلاثاء سيكون فقط فترة صباحية. طيب، المشاركين في المؤتمر؟ نعم، المشاركين في المؤتمر، هو طبعا مؤتمر يعنى باستعراض التجارب في مكافحة التطرف الفكري، في مواجهة هذا التطرف. فهناك جهات رسمية ستشارك، وهناك جهات أهلية، وهناك أفراد. هذه الجهات منها ما يكون من داخل الكويت ومنها ما يكون من خارج الكويت. من داخل الكويت مثلا عندنا اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بوزاراتها الست ستشارك، الأوقاف ستكون لهم مشاركة خاصة، الداخلية لهم مشاركة خاصة، وكذلك عندنا كلية الشريعة ستشارك، عندنا أيضا بارك الله فيك جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية إحياء التراث، عندنا عدد من الجهات، مبرة الآل والأصحاب ستشارك أيضا من داخل الكويت، وعدد من الباحثين المعنيين. مركز طبعا تعزيز الوسطية سيكون مشاركا في الجهتين، في الأوقاف وجهة اللجنة العليا تعزيز الوسطية. طيب، أبرز الموضوعات والمحاور المطروحة في المؤتمر؟ نعم، المؤتمر أخوي فهيدي إذا سمحت لي أكمل لك قضايا مهمة. عندنا مشاركين من الخارج، بل إن أكثر المراكز التي تعنى بمكافحة التطرف الفكري والإرهاب ستكون مشاركة معنا. عندنا وزارة الأوقاف البحرينية والقطرية والإماراتية والعمانية والأردنية والمصرية، كلها ستشارك بإذن الله، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف الكويتية. عندنا أيضا من الإمارات راح يشارك مركز صواب، وهذا مركز عالمي، وعندنا أيضا مركز هداية. من المملكة العربية السعودية ستشارك حملة السكينة، ستشارك كذلك، سيشارك مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو مركز كما لا يخفى يعني أصبح محط أنظار العالم في هذه التجربة الهامة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف الفكري. أيضا مركز يقين سيشارك، ومعانا عدد من الأخوة الباحثين في الجامعات السعودية. ستشارك معنا أيضا إدارة الإفتاء في إمارة أبوظبي في الإمارات، وكذلك ديوان مكافحة التطرف الإرهاب في المغرب سيشارك، الأزهر الشريف سيشارك أيضا،
وعدد الحقيقة ليس بالسهل، يعني أنا يمكن يصعب من أوروبا راح يكون في مشاركات جميل. مشيخة الفتوى في البوسنة والهرسك، في مراكز عالمية راح تشارك من أوروبا، من بريطانيا، من السويد بإذن الله تعالى، هذه على مستوى الجهات. أما الأفراد فهم كثر، لكن من أبرز الحضور إن شاء الله سيكون معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، وهو سيكون رئيساً للجلسة الأولى، سيلقي كلمة المشاركين معالي الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله العبيد وزير المعارف السعودي السابق، وسيمثل اللي هي الأمانة العامة لرابط العالم الإسلامي بإذن الله في هذا المؤتمر. الله يعطيكم العافية، جهد كبير صراحة تقوموا الله فيه. يحفظكم. طيب ما هو الجديد في المؤتمر؟ الجديد في هذا المؤتمر أنه يعرض التجارب الواقعية، التجارب التي تم تنفيذها والمبادرات. ما هو مؤتمر فقط يتحدث في قضايا نظرية، لا، أنا لما أحضر مركز الوسطية، لما يحضر ورشة عمل أو يحضر جلسة وينظر ويتابع استعراض مركز محمد بن نايف لتجربته، مركز هداية لتجربته، ديوان مكافحة الإرهاب في المغرب لتجربته، هذا بلا شك يعطيني فائدة، يعطيني مزيد خبرة. ولذلك نحن حرصنا أن كل العاملين في المركز يحضرون إن شاء الله هذا المؤتمر بكل جلساته حسب الاستطاعة. أيضا من الأمور التي امتاز بها هذا المؤتمر هو كونه يبرز دور الدول في مكافحة الإرهاب، خصوصا الكويت. ترى الكويت تعتبر من الدول الرائدة جدا في مكافحة الإرهاب وبالطرق المثالية. هذا مو كلام يكون كويتي، لا، هذا كلام الكثير من غير الكويتيين من المختصين في هذا الباب، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو حتى الآسيوي والعربي. فبإذن الله سيكون هناك استعراض، نتيح الفرصة لهذه الجهات حتى تستعرض الجهود التي قامت بها. طبعا ما يخفاك أخوي فهيد أن المؤتمر مهما كان ما راح يتيح لك فرصة تستعرض كل ما قدمت، لا، احنا يا دوب راح نستعرض 5% إن شاء الله من هذه الأعمال، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في الإشارة كفاية بإذن الله. طيب حضور الجمهور، هل في شروط معينة ولا أي شخص ممكن يقدر يحضر يستفيد من هذا؟ بالنسبة لجلسات المؤتمر فلا شك أن الحضور مفتوح، ومن هنا أنتهز هذه الفرصة لأوجه دعوة للأخوة والأخوات الكرام لحضور المؤتمر والاستفادة والمشاركة حتى في التعقيب. سيكون هناك وقتا بإذن الله كافيا لمداخلات الحضور. كذلك عندنا ورش العمل، ستقام 4 ورش بواقع ورشتين على 2 يوم، يعني 4 جلسات في الورش، كلها سيكون فيها إثراء مهم، خصوصا عندنا ورشة متعلقة بقضية تجنيد الشباب إلكترونيا. صحيح، شلون نقدر نكافح هذه القضية. المؤتمر محاوره في غاية الأهمية، المحور الأول استعراض التجارب، المحور الثاني استعراض العقبات والمشكلات وحلولها، شلون عندنا عقبة، شلون نتواصل مع الشباب المتأثر، شلون نحلها. هذه ستطرح كأفكار، تناقش مقترحات، بحوث مقدمة بإذن الله. عندنا أيضا قضية تقييم هذه المبادرات وتطوير هذه المبادرات في العملية في مكافحة التطرف الفكري، أيضا هذا المحور ثالث وأيضا هو مهم، وخصصت له أيضا ورشة عمل بإذن الله ستنصب في هذا الباب الهام. بالختام شكرا لك شيخ عبد الله، الله يجزاكم خير وجهد تشكرون عليه صراحة. إذا في كلمة أخيرة بس سريع شوي عشان. نعم، أنا والله بودي أن الأخوة الكرام كل من وجد له متسع من وقت أن يشرفنا بالحضور، وأن يعتني بالاطلاع على جهود هذه الدولة الطيبة. طبعا هذه الجهود مو منا نحن، لا، الكل، كلها الشعب. صح، قاعد يبذل جهود. صحيح، لأن الشعب الكويتي أخوي فهيد بطبيعته لا يقبل هذا الطرح، لا يقبل التطرف. نعم في متطرفين، هذا في كل بلاد العالم، لكنهم لا يمثلون نسبة تذكر في مقابل الناس الذين يقودون سفينة الاعتدال وسفينة الوسطية وسفينة التعايش، ويريدون أن يستتب الأمن اللي تشوفه الآن وهذه نعم الرخاء في البلد، ولا يكون ذلك إلا بمحاربة
أي نعرة أو أطروحات تثير الفتن والبلابل، وهذا لن يكون إلا بتعزيز ثقافة صحيح. الوسطية. في الختام شكرا لك شيخنا بارك الشيخ الله عبد الله، فيكم، جزاكم الله خير. والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، آمين. ولا للتطرف ونعم للوسطية. بارك الله شكرا فيكم، لك. جزاكم الله خير أخوي. أعزائي المشاهدين متواصلين وياكم، فاصل وراجع لكم.